يلا يا أول، اليوم يا أول بدنا نبلش بوحدتنا الثانية عشر، تمام؟ الوحدة رقم 12. برابو و وال دو و جبل و ال والأج الجبل الجرد. أحسنت بطل. وحدتنا الجديد اليوم الغراب والجرة. أول إشي يا أول، بدي أحكيكم عن الغراب والجرة. الغراب هو نوع من أنواع الطيور، أذكى أنواع الطيور اللي هو الغراب والببغاء، هدول أذكى أنواع الطيور. الغراب والببغاء وفي نوع كمان اسمه صقر، هدول الثلاث أنواع من الطيور كتير بفكروا بعقلهم وعقلهم بوازن طفل بعمر 6 سنوات، يعني زي يعني بدك تحكي زي عقلكم بوازن عقلكم، يعني ممكن يفكر بهذا الشيء، بفكر بأمور كثيرة، كيف يصطاد، كيف يأكل، بفكر بيحكي. عندك الببغاء بيحكي. إذا الغراب والببغاء والصقر هدول، ما نحكي إشي بعيد ورانا. أيوة هدول الثلاث طيور كثير عندهم سبحان الله عقل بوازن طفل عمره 6 سنوات، تمام؟ بس الغراب طبعا نذكر عنا اليوم بحصتنا إنه كثير ذكي. كيف عرفنا إنه ذكي؟ من خلال قصتنا أو روايتنا اليوم اللي بدنا نحكيها. طبعا الجرة أكيد الكل بتعرفوا شو هي الجرة. طبعا زمان أو إذا تطلعوا على السوق في هيك على الطريق بتلاقوا هيك مع هيك زي الطنجرة بس بابها صغير ومن تحت كبيرة، مصنوعة يا إما من الإسمنت أو من الحجر، وبحطوا فيها مي، بحطوها جنب بيت محل أو جنب المحل أو جنب بيت، بيحكوا هاي مي لله تعالى، هاي عن روح كذا. عرفتوا يا أول؟ هاي بيحكوا لها الجرة، جرة بيحطوا فيها مي بتضلها باردة المي فيها، تمام؟ هاي كانت على أيام يعني زمان زمان زمان، يعني أما من أنخلق أنا بالذات، تمام؟ تمام يا أول؟ فهاي الجرة مصنوعة من الإسمنت ماما، تمام؟ أو الحجارة الناعمة مطحونة بس زي الإسمنت، ناعمة ناعمة. عارفين شو الإسمنت يا أول؟ اللي منعمر فيه البيت، تمام؟ تمام الإسمنت. نعم. خلينا نقرأ عنوان الدرس عشان بعديها أسألكم أسئلة ونبلش. لو هجينا تقريبا أو قرأنا عفوا سطرين أو 3 أسطر، تمام؟ يلا نعم. الغراب والجرة. الغراب والجرة. الغراب والجرة، تمام؟ الغراب والجرة. هلا شو نوع اللام هون يا أول؟ شو نوع اللام هون؟ أي هيثم؟ قمرية. برافو عليك، قمرية. نعم أحسنت، بلى أنها قمرية. نعم طيب، والجرة يا جوان شو نوع شو نوع اللام ماما هون؟ قمرية. برافو عليك شطورة. جوليا شو نوع اللام هون ماما؟ قمرية. شايف القمر؟ هيو القمر، شايفتيه؟ هيو فوق ال ماما، هاي قمرية، تمام؟ اللام القمرية هي التي تكتب وتلفظ، قرأتها ال وكتبتها ال، إذا هي لام قمرية. لو إني كتبتها ال وما لفظت ال شو بتكون؟ شمسية. برافو عليك أحسن، شمسية. إذا الغراب والجرة، واللي هي أداة ربط يا أول، وأداة ربط، وأداة ربط، وأداة ربط. عارفين إيش يعني أداة ربط؟ يعني بتربط بين هاي كلمة وهاي كلمة. مثلا نيجي نحكي هيثم
درست درس، جوانا درست الدرس. طب ليش احكي جوانا درست الدرس وهيثم درس الدرس؟ ليش ما احكي هيثم وجوانا؟ يعني ربطت بين الكلمة هاي، ربطت بين جوانا وهيثم. درس الدرس يعني اختصرت الكلمات كلياتها او جملتين بجملة واحدة بس بينهن كلمة و. ذهب هيثم وأمه إلى الحديقة. ما حكت والله ذهب هيثم إلى الحديقة وأمه راحت على الحديقة كمان، لا، ربطت بين أمه وهيثم بحرف و. و اللي هي أداة ربط، تربط بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. تمام يا أول؟ هاي هي. تمام؟ إذا الغراب عندنا قلم قمرية تكتب وتلفظ، وأيضا الجرت أيضا نام قمرية تكتب وتلفظ. هلا في عندنا كمان هون أداة عفوا حرف مضاعف، صح ولا لا يا هيثم؟ هذا حرف مضاعف. إيش يعني حرف مضاعف يا جوان؟ شيل المايك يا جوان، لا تسكري ماما. حرف المضاعف اللي هو شو بيكون عليه؟ شدة. هيثم كمان شيل المايك. إذا الشدة لما تكون على الحرف في وسط الكلمة، مش مع مع اللام، لا، هي بتكون أثناء وجودها بالكلمة أو بعد الحرف اللام، بعديه بحرف كمان بيكون حرف مضاعف. تمام؟ تمام. يلا نقرأ الدرس. الغراب. شفتني يا جوانا كيف قرأتها بسرعة؟ ما بستنى بحكي ال بعدين بوقف. الغو ال غو را بو. لا، ما انت عارف المقاطع، بقراها مرة واحدة. الغراب والجرة. شو عليها الشدة؟ سكون. بقراها كأنه ايش؟ مقطع متحرك وساكن. أيوة. والجر، شفتوا كيف شديت عليها؟ الجرة. الجرة. نعم. نقرأ عنوان، نقرأ إسا القصة أو الدرس. يلا شوفي كيف بدي أقرأ جوانا يا جوليا. ما بحكي عطشة، بقرأها بسرعة. عطشة. بنتبه الكلمة كلها ما دامني عارف الحروف، بس علي بنتبه على الحركات. لما أكون عارف الحروف وعارف أقرأ المقاطع، بنتبه فقط 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 على الحركات. تمام؟ عطش الغراب. عطش الغراب. وجد جرة. ليش حكيت جرة؟ فتحت أمي، لأنه شوفوا الفاء الشدة فتحة. شو حكينا؟ جرة فيها ماء قليل. عطش الغراب. شفتوني كيف بقرأ يا هيثم وجوانا وجوليا؟ وجد جرة فيها ماء قليل. قال الغراب كيف أصل إلى الماء؟ ظل. ها شوفوا حرف مضاعف، مقطع متحرك وساكن. حكيت ظل، برفع تمي بعد ما احكي ظل، ما بحكي ظل وخلاص ظل يحاول، لا، ظل وبفتح تمي نفوية فتحة. ظل يحاول. تمام. هنا كمان ايضا مضاعف، مقطع متحرك وساكن ويا فتحة. ثم، ما حكيت ثم بس، لا، فتحت أمي لأنه فيها فتحة. ثم
ما الحجارة، الحجارة عفوا، في الجرة، في الجرة، تمام. ارتفع الماء وشرب الغراب. شفتوني كيف مديت؟ حكيت الغراب. شفتوني كيف مديت؟ عندي مد لأنه هون، تمام. يلا يا بطل، بطل الأدغال، يلا يا وسأ يا هيثم، اقرأ معايا. الغراب والأجرة عطش الغراب وجد جرة جرة فيها ماء كمل. ماء قليل. قال الغراب كيف أصل، انتبه للحركات. أيوة، أصل إلى ماء، إلى ماء أيوة ظل يحاول، ثم رمى الحجارة في الجرة. حلو. ارتفع الماء وشرب الغراب. أحسن، ماء. شكرا لك يا بطل، شكرا لك، عاش عاش. يلا البطلة جوانا، يلا يا بطلة. يلا ماما. الغراب هو الجرة. أحسنت، يلا بلش من هون. عطش الغراب وجد وجد الجرة. ما في الجرة. تن لا تهجي، حكينا. أيوة فيها. أيوة ماء. أيوة قليل. أحسنتي، شطورة جدعة. قال الغراب كيف أرجع، كيف أرجع 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 الماء. أصل 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 للماء. لا، شو صوت الهمزة هنا؟ شو صوت الهمزة؟ إي. أيوة إي. ال إي لا إي لا. أيوة الماء. الماء إي كسرة. إي. أيوة الماء
ايوه كملي. ظلوا لا كمليها. ظل ظل ايوه يحاول ايوه ايوه يحاول ايوه برافو كملي. ثم ايوه لا رمى أيوة الحجارة برا الحجارة أيوة في أيوة الجرة أحسنتي. لا هذا بقرأه كأنه صوته. شو صوت الحرف هنا هذا؟ را إر إر أيوه إر إر ارتفع أحسنتي الماء أيوه وشرب وشرب أيوه وشرب الغراب. برافو عليكي. متدربي عليها ايش جوانا؟ أيه. هذا الدرس متدربي عليه؟ برافو عليكي، شطورة 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 شطورة. زقفولي زقفة كبيرة لجوانا، زقفة كبيرة 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 وحامي. ممتازة، بطلة شطورة ماما انتي، بطلة بطلة. بدي اياكي ان شاء الله اعطيكي قصة تقرأي لي اياها بكرة كمان، تمام؟ شطورة ماما انتي، شطورة الله يرضى عليها، بطلي حبيبتي شاطرة. هاي كمان مش عارفة كيف بدي اعمل لك قلب حب، بس انتي شطورة وبطلة وروعة كمان. يلا جوليا تعالي ماما نقرأ انا وياكي. يلا حبيبتي. رابو بو رابو. يا عيني عليها الشطورة كمان. يلا و و ال ال جرة تو والجرة أيوة الغراب والجرة والجرة الغراب والجرة الغراب والجرة. برافو عليك. يلا ننتقل هنا. عطش عطش الغراب الغراب عطش عطش الغراب. برافو عليها البطلة. اقرئي لي مرة أخرى. عطشان إذا خراب. بطلة شطورة. وجد 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 جرة 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 فيها. تبعي معنا جوان وهيثم، تبعوا معنا. جرة جرة فيها فيها ماء ماء قليل قليل أيوة. قال قال الغراب
الغراب ولا الغراب به كيف 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 أيوة. شو نوع الياء هون يا مقطع الياء اللي هون يا جوانا؟ لي برافو عليكي، لينة. كيف كيف أيوة. أصيل أصيل إلى 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 لا 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 إي لا إلى إي لا إلى أيوة. الماء 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 أيوة. ظل 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 أيوة. يحاول 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 أيوة. ظل ظل يحاول 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 لو لي لو لو أيوة. يسعدها الشطورة. ثم 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 ما ما ثم ثم ر ما ر ما رما أيوة. الحي جارة الحجارة الحجارة أيوة. في في الجرة الجرة في الجرة في الجرة ارتفع 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 ارتفع. هيثم احتمال دقيقة وأطلعك من الحصة. ارتفع ارتفع أيوة. الماء الماء ارتفع ارتفع الماء ارتفع الماء مش ارتفع يا بطة انت سبات جباط لك انت. ارتفع ارتفع ايوه. الماء الراء الماء ما ما الماء الماء احسنتي. وشرب وشرب الماء الشرب الغراب الغراب. يا عيني عليها الجدعه شطوره. زافولي كمان زافي لجوليا. يلا زافي كبير. وهي انا معك وانا بدي زقف لها كمان ولهيثم بنزقف له كمان لانه بطل كمان. طيب امسكوا لي قلم الرصاص يا اول وافتحوا لي على الكتاب على درس الغراب والجره يلا عشان نستخرج منه القواعد يا اول. مين دخل معانا؟ وسام انت دخلت اسام؟ يلا تفضل. انا ما سمعت. شوفي يلا يلا اقرا لاشوف.
مس أنا قرأتها امبارح وقطعتها. طب يلا اقرأ لي اياها اليوم. الغراب والجرات. أيوة. عطش الغراب. وجد جرة فيها ماء قليلا. حلو. قال الغراب كيف أصل إلى الماء؟ أيوة. ظل يحاول ثم رمى حجارة في جرة. أيوة. ارتفع الماء وشرب الغراب بو بو. برافو عليك. كمان زافوا لي زافي لوسام البطل، زافي كبيرة لوسام البطل، زافي كبيرة كبيرة حلوة كثير كثير يا عيني على البطل. طيب امسكوا لي قلم الرصاص وتعالوا نبلش تعيين بالقراءة والتحليل يا أول. يلا معاي. عندنا أول إشي حكينا الغراب لام قمرية، اكتبوا لي هون تحت حطوا لي شحطة صغيرة تحت الغراب واكتبوا لي تحتيها لام قمرية، لام قمرية. شو اكتب على اللام القمرية؟ اكتب تحت كلمة الغراب لام قمرية. يلا مع تصغير الخط، ما حداش يكون كبير خطة وازعلها. أنا خلصت. برافو. خلصتي جوانا؟ جوليا؟ يلا الواو أداة ربط، اكتبوا لي تحتيها أداة ربط. يلا الجرة أيضا لام قمرية. يلا تحتي اكتبوا، ضل معنا دقيقتين، يلا اكتبوا لي اياها ماما. خلصت. يلا تمام. خلصت الحصة يعني شوي. خلصت. يلا تام. ابعتوا لي اول قراءة الدرس فيديو. سامعة جوانا؟
جوليا نفس الشيء ماما، تمام؟ يلا يعطيكم العافية حلوين. بس لحظة. ها. باي. باي يا حلوين. باي.